أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نت: هيئة علماء المسلمين، مشكلة العراق تكمن في النظام السياسي الذي فرضته دولة الاحتلال بتعاون مستمر مع مشروع إيران التوسعي. نطالع في المدى: أطباء بلا حدود، 4 مستشفيات من أصل 13 تعمل في الموصل. وجاء في كتابات: 20 مذكرة اعتقال بحق نواب عراقيين سابقين. ونطالع في الجزيرة نت: إسرائيل تقصف مجددا أهدافا عسكرية سورية. نقرأ في العرب الجديد: قصف إسرائيلي جديد يستهدف ريف القنيطرة. ونطالع في القدس العربي: نتنياهو يدعو بوتين لإخراج إيران من سوريا، ويقول إن إسرائيل لا تهدد الأسد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: الصدر أمام خيارين، خطة إيران أو عودة للمعارضة. أهلا بكم. وجود 15,000 سجين بذريعة تشابه الأسماء في المعتقلات العراقية لهو تعبير عن اختلال منظومة القيم الإنسانية في العراق، ومؤشر واضح على أن هناك سياسة إرهابية تدمر وتخرب المجتمع وتحوله إلى وحوش كاسرة، بحسب الكاتبة باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية. موضوع التشابه في الأسماء ليس جديداً، وما يؤكد أنه يتخذ ذريعة لتحقيق مآرب سياسية غير إنسانية وتصفية لحسابات ظاهرها سياسي وباطنها حقد طائفي أعمى، أن الآلاف من الشبان العراقيين زجوا في المعتقلات تحت هذه الذريعة نفسها في أيام الاحتقان الطائفي في العامين 2006 و2007، إذ كان على المعتقل أن يمضي مدة لا تقل عن 6 شهور مهما قدم من إثباتات ووثائق رسمية سليمة تؤكد أنه ليس الشخص المعني. وهذه الشهور الستة لم تكن مجانية، فلا يوجد ما هو مجاني في ظل حكم الميليشيات إلا الموت، إذ كان الابتزاز يجري على قدم وساق من أبسط منتسب إلى أعلى سلطة قضائية. فتشابه الأسماء تجارة رابحة ومصدر رزق للفاسدين في الأجهزة الأمنية. لو كان الأمر يتعلق بسلامة الوطن، فكلنا نشد على أيدي الدولة لتحقيق الأمن، ونقف معها بإخلاص في كل إجراءاتها. لكن أن يتحول الموضوع إلى صيد ثمين أو غنيمة جاهزة أو تجارة رابحة تدر على القائمين عليها المزيد من السحت الحرام، وفرصة لإذلال من تشابه اسمه مع أسماء مطلوبين، فهذه جريمة منظمة بحق كرامة المواطن وإنسانيته. الكاتب يود أن يضيف: إذا كان الابتزاز يجري على قدم وساق من أبسط منتسب إلى أعلى سلطة قضائية في الدولة، فتشابه الأسماء تجارة رابحة ومصدر رزق للكثير من الفاسدين في الأجهزة الأمنية. لم يخطر في باله أن الفصل الذي استبعده من روايته الشهيرة بقايا النهار سيباع بـ1,000,000 دولار. كان أديب نوبل كازو إيشيغورو قد احتفظ بهذا الفصل الذي لم يعجبه في بداية الأمر، لكن جامعة تكساس رأت فيه مفتاحاً للدخول إلى عالم هذا الروائي المثير للدهشة في بقايا النهار. نقرأ عن رئيس الخدم الذي يعيش في قصر قديم، يجد نفسه يتحول مثل المتاع من سيد إلى آخر، وعليه أن يكون مخلصاً إن لم يكن عبداً. إنه في خدمة هذا المكان حتى وإن تغير صاحبه. هو في خدمة الولاء المطلق، فهو لا يصلح سوى لدور واحد فقط، هو دور التابع. هكذا استهل الكاتب على حسين مقالته في صحيفة المدى تحت عنوان: تظاهرات البصرة وتخاريف السياسية.
سيقول البعض يا له من بطر، الناس تخرج في تظاهرات بمدن العراق وأنت تكتب عن روائي ياباني، لكنني يا سادة أكتب عن الولاء للآخرين. فمنذ أسابيع تندلع رحى حرب طاحنة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها تطرح سؤالا واحدا: من يقف وراء تظاهرات البصرة؟ السيد نور المالكي بأريحيته المعهودة يحذر من اختراق البعث لتظاهرات الجنوب ويكشف لنا سرا خطيرا: المتظاهرون يريدون إسقاط الدولة. صاحب السبع صنائع باقر جبر الزبيدي وبشطارته وضع يده على أصل المشكلة: التظاهرات تريد تقسيم العراق. أتحدث عن معلومات مهمة أن مؤامرة خلف الباب تستهدف إحياء مشروع تقسيم العراق، ولا أعرف عن أي وطن يتحدث السيد الزبيدي، وهو الذي كلما واجهت حزبه المجلس الأعلى مشكلة يذهب إلى الجار إيران يطلب الرأي ويتلقى الأمر. لا يريد ساستنا أن يعترفوا أن هذا الشعب يملك شجاعة الاحتجاج، فهم يريدونه تابعا لهم مثلما هم تابعون لبلدان الشرق والغرب، لكنهم رغم ذلك يوزعون الأجندات الأجنبية على المتظاهرين فيما يحاول جهابيذتهم تلقيننا دروسا في فنون الوطنية. لم تقدم التجربة السياسية خلال 15 سنة الماضية للعراقيين معنى واحدا للولاء الوطني، لا أمان لا خدمات ولا بناية حتى نتباهى بها على مرمى حجر من البصرة أغنى مدن العالم، حيث تستقر مدن مثل الدوحة ودبي والشارقة والكويت وأبوظبي، حيث يسابق حكامها العالم في التنمية والإعمار والازدهار. نحن نقرأ عن التنمية والإعمار من الصحف فقط، وكان آخرها منشية قال فيه العبادي: مقبلون على عمليات استثمار كبيرة. متى؟ الجواب معروف في الأول من كل نيسان. مقتدى الصدر: أيها الناس، هناك كذبة كبرى بامتياز، فهو ليس كما يدعي ضد العملية السياسية ولا ضد الطائفية ولا ضد الفساد والمفسدين ولا ضد تدخلات إيران السافرة في العراق، وإنما هو جزء لا يتجزأ منها، بل وأكثر حرصا من غيره على حمايتها من السقوط، ويقف بالمرصاد ضد أي خطر تتعرض لها أو يمس ركنا من أركانها، وخاصة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. فالسيد عاش في ظلها وتمتع بخيراتها ونال نصيبه منها، سواء في السلطة أو حصته من الغنيمة، بحسب الكاتب عوني القلمشي في صحيفة القريش، صحيفة قريش، مضيفا: وقد نجد نموذجا صارخا عنه في حمايته للعملية السياسية عندما سرق انتفاضة الشعب العراقي بطرق خبيثة وحرمانها من مواصلة طريقها لإسقاط العملية السياسية بعد اقتحام أبنائها المنطقة الخضراء وهروب عتاولتها كالجرذان المسعوع. دعونا نسترسل أكثر، فمن أهم شروط الإصلاح وجود دولة مدنية أو شبه مدنية، أو على الأقل دولة تتوفر بها مؤسسات وأجهزة أمنية تحفظ أمن المواطن وتحميه من التسلط السياسي والقهر الاجتماعي، وجيش قوي يحمي الحدود من الاعتداءات الخارجية ولا يسمح أبداً للقوى الإقليمية بالتدخل في شؤونه، إضافة إلى الفصل بين الدين والدولة. وهذه الأسس لا وجود لواحدة منها على الإطلاق له علاقة بما يسمى بالدولة العراقية، لتفسح المجال أمام الحكومة المنتظرة لإنجاح مشروعها الإصلاحي. فدولتنا العتيدة دولة تحكمها الميليشيات المسلحة والمحاصصة الطائفية والعرقية وفساد القضاء وغياب القانون ودستور ملغوم يحمي كل هذه المصائب، ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو حتى المساس بمادة واحدة من مواده. بمعنى آخر أكثر وضوحاً، إذا لم يتم القضاء على السبب فلا أمل في القضاء على نتائجه، فالتدهور الذي حصل في كل مرافق الحياة كان سببه الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، وإذا لم يتم القضاء على هذا السبب فإنه لا يمكن إنهاء معاناة العراقيين في كل مجالات الحياة. الكاتب يقول: أما سائرون التي اتخذ السيد مقتدى
الصدر منها اسما لقائمته الانتخابية فهي ليست سوى أحزاب مجهرية لا وجود لها أصلا، مهمتها تلوين عمامته السوداء بلون العلمانية بسبب نقمة العراقيين على العمائم السوداء والبيضاء وأحزابها التي افتضح أمر عمالتها الأجنبي وفسادها وسرقتها لأموالهم وثرواتهم وتدميرها للبلاد والعباد. ما الأكثر أهمية وأولوية عند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ أن يسلم له الرئيس الأمريكي بتفوقه في سوريا أم أن يعترف له بضمه شبه جزيرة القرم؟ لا هذا ولا ذاك، فكلاهما يعني أن دونالد ترامب يقر بأمر واقع وأنه يتبرع لفلاديمير بوتين بما لا يحتاجه، لأنه ببساطة مطلقة يمتلك الهدية الأهم عنده ومفتاح التقارب والنجاح لقمة هلسنكي، أن يأتي ترامب مصمما على تحريك العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وليس في ذلك طموح روسي مستهجن حسب الكاتب أو أكبر من المتخيل، فثمة أطراف أوروبية متضررة من العقوبات تتطلع إلى تسوية بحسب الكاتب عبد الوهاب بدر خان في الحياة اللندنية. من المتوقع أن يركز أي اتفاق في هلسنكي على مصير الشمال الشرقي لسوريا، فالروسي الذي يحمل الأمريكي مسؤولية دمار الرقة ينسى أنه خلف في حلب والغوطة الشرقية دمارا مماثلا في هوله، والروسي الذي استاء من اجتذاب الأمريكي للأكراد وتسليحهم وحمايتهم ينسى أيضا أنه منح الإيرانيين غطاء لمشروعهم التخريبي في سوريا. من هنا أن الطرفين يحتاجان إلى اتفاق يكرس تفاهمهما على استبعاد تركيا عن شرق الفرات، ويأخذ في الاعتبار أن محاربة فلول داعش لم تنتهي، كذلك مهمة القوات الكردية. فالأمريكي العازم على الانسحاب من المنطقة بحلول تشرين الثاني نوفمبر ولو من دون تعجل لا يمانع عودة نظام الأسد إليها، لكن من دون الإيرانيين، ما يحتم عليه التصالح مع الأكراد. ويبدو أن الروس حققوا تقدما في إقناع النظام وقوات سوريا الديمقراطية بصيغة تعاون مختلفة عن المصالحات في المناطق الأخرى. في سياق نفسه يتشدد الأمريكيون بالنسبة إلى الحال التي يجب أن تسود على الحدود السورية العراقية بحيث تكون تحت سيطرة الجيشين ولا وجود فيها للميليشيات. فعلا هذه نقطة إشكالية، فلا حكومة بغداد بالأحرى قادرة على إغلاق ممر طهران بيروت، ولا نظام دمشق لديه الإرادة السياسية والقوات الكافية لإغلاقه، ولا الضمانات الروسية بدت في وقت صلبة ويمكن الاعتماد عليها. ترسم التطورات الجارية في المنطقة ملامح نهاية النفوذ الإيراني في المنطقة، ويندر ظهور من يشكك في هذه المعادلة التي تستند إلى واقع الحرب الأمريكية الاقتصادية المعلنة ضد إيران وتواتر الغارات الإسرائيلية على مواقعها في سوريا بالتنسيق مع روسيا طبعا تمهيدا لخروجها كما يرى كثيرون في مظاهر الاحتجاج الجماهيري في الداخل الإيراني على ارتفاع الأسعار مثلا، علامة لا تخطئ على بدء تفكك النظام الإيراني ونهايته الوشيكة، ويرون أن الشروع في تنفيذ القرار الأمريكي حظر بيع النفط الإيراني سيعجل من ارتفاع وتيرة الأزمة وسيسرع من عملية السقوط المنتظر للمنظومة الإيرانية بحسب الكاتب شادي علاء الدين في العربي الجديد، ولكنه يستدرك بالقول إن واقع الأمور هو شيء مغاير تماما لهذه النظرة. إيران ظاهرة عسكرية وإيديولوجية تعتمد على الانتشار الميليشياوي العسكري وعلى البروبوغاندا المذهبية، ولا يكون كسرها إلا بالقضاء على قدرتها العسكرية وتسخيف داعيتها الإيديولوجية. لا شيء يوحي برغبة أمريكية جدية في ذلك، بل باتت المسألة الإيرانية جزءا من النزاع الأوروبي الأمريكي الذي يتخذ شكلا مفيدا لإيران في نهاية المطاف، حيث تميل أوروبا إلى صف إيران. لا يبدو أن أمريكا ستذهب بعيدا في مشروع ضرب إيران، وليس أدل على ذلك من التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في حال تنفيذ القرار الأمريكي بمنعها من بيع نفطها. تستطيع إيران فعل ذلك وتستطيع التأثير الفعال على تجارة النفط الدولية،
وأن يرد على هذا الأمر في حال حصوله، لا يرقى إلى حلول تدخل أمريكي عسكري مباشر. لا يبدو أنه في مقدمة الأولويات الأمريكية، سيجعل من إيران فائزة بكل المقاييس. تضع إيران على الطاولة شعوبا من الجنود، ما يعني ببساطة أن مشروع ضربها يجب أن يستند إلى قوة تتفوق على ما لديها من عناصر للقوة. لا يوجد في الأفق حقيقة ما يشير إلى وجود أي قوة راغبة في تحمل أعباء مواجهتها بجدية وبشكل مباشر. أن تتخذ مؤسسات رسمية أو جامعية قراراً بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل حتى تجد الرد جاهزاً بأن القرار غير مسؤول وأن هذه الجهات المقاطعة غير قادرة على التمييز بين رأي سياسي ونشاط علمي، وأنه يفترض من عالم الأكاديمية التحرر من عالم السياسة، بل ولا تعدم من يدعي بأن هذه القرارات هي في الصلب من معاداة السامية. وهما ردان كانت حكومة المحافظين في بريطانيا قد تبنتهما في خطوة منها للتضييق على حملة مقاطعة إسرائيل التي يتبناها اتحاد الجامعات والمعاهد البريطاني UCU الذي صوت منذ التأسيس عام 2007 على مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، إلا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد حرصت جدا على تعطيل هذه الحملة بالاستناد إلى الحجتين السابقتين بحسب الكاتبة رازان إبراهيم في صحيفة القدس العربية. نؤكد على أن الذهاب باتجاه التأكيد على أهمية المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل يدخل في الصلب في مكافحة ساحة إيديولوجية تطبخ القرار السياسي الإسرائيلي قبل تنفيذه، وهي الساحة التي تعج بمن يدافع عن إسرائيليته باسم معاداة السامية، ولا تجد غضاضة في تكريس إمكانياتها البحثية كي تبرر دور الضحية التي يلعبها الجلال. وفي هذا رد على كل من يدعي فصلاً قائماً بين الواقعين السياسي والأكاديمي. أما لأولئك الذين يسارعون لإلقاء تهمة معاداة السامية يلقونها كيفما اتفق، فنذكرهم بأن المقاطعة حملة لا علاقة لها بأية هوية إثنية أو دينية، وأنها في صميم إدانة كل أشكال التمييز العنصري، أسوة بحملة المقاطعة ضد نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا، وهو درس علمنا إياه مانديلا حين التفت إلى تضامن دولي أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ موقف حاسم أثمر عن نهاية نظام الفصل العنصري. ولنذكر أننا في وقت صرنا نظهر فيه عاجزين عن أي مقاومة عسكرية ناجحة، لم يبقى أمامنا سوى التطلع إلى أشكال مقاومة أخرى، منها التوجه بكل إصرار نحو خطاب صارم يرفض كل أشكال التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية. الكاتب يضيف: يجب حقيقة أن ترفض أي مشاركة في نشاطات دولية إقليم أكاديمية مصممة للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في منبر واحد كما يصف الكاتب، لأنها توظف بالأحرى جميعها سياسيا ضد المصلحة الوطنية، كما لا يجوز التردد في أي تعاون بحثي مع إسرائيل، وهو أضعف الإيمان بحسب الكاتب. وبعيدا عن السياسة ونحو الهند، حيث أصدر مسؤول في وحدة بالشرطة الهندية تعليمات لجميع الأفراد بإنقاص أوزانهم فورا، وهدد أن من سيخالف ذلك سيتم وقفه عن العمل. وأمر باهاسكار راو قائد وحدة شرطة الاحتياط في ولاية كارنتاكا
جميع أفراد الوحدة بالحفاظ على أوزان صحية لكي يؤدوا عملهم بشكل لائق، حسب ما ذكر صحيفة إنديا توداي الهندية. وقال إنه أصدر قراره بعد أن لقي أكثر من 100 شرطي حتفهم نتيجة لأمراض تتعلق بنمط الحياة وتراجع النشاط البدني الناجم عن البدانة خلال 18 شهرا فقط. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.